هذا التقرير مع الزميل عباس العلوي، عند تقرير يتحدث عن مؤسسة الشهداء. ولأن العراق هو أرض الشهداء وأرض الحسين عليه السلام، فبلا شك نفتخر بأن العراق هو عراق الشهداء. في ظلمات البعث وغياح بالسجون، كان الشيخ عارف البصري مع رفاق الشهادة الخمس، والذين أطلق عليهم السيد الشهيد محمد باقر الصدر رجال قبضة الهدى. شهداء قبضة الهدى من الذكريات التي لا تستطيع مؤسسة الشهداء أن تتجاوزها، وبالتالي إحياء ذكرى الشهداء قبضة الهدى هو إحياء لذكرى الشهداء جميعا، لأنهم بداية الحركة الإسلامية وبداية الوعي الإسلامي في العراق، وهم الذين تصدوا في بداية جبروت البعث وطغيانه لظلم البعث، وبالتالي إحياء ذكراهم هو جزء من واجبنا الشرعي والأخلاقي والمهني في أن نوصل للأجيال الشابة والأجيال الحديثة بأن رسالة الشهداء لا تنقطع، وبأن رسالة الشهداء مستمرة، وأن دماء الشهداء هي التي تحيي الأوطان. الشهداء الذين أعدموا يوم مثل هذا اليوم 5/12/1974 يعتبرون من طلائع الشهداء الذين لحقتهم قوافل الشهداء في العراق إلى سقوط النظام، وبعد السقوط كان هناك تضحيات كبيرة. أقامت مؤسسة الشهداء حفلها التأبيني السنوي بمناسبة ذكرى شهادة رجال الفكر والنور من الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل الوطن. الأمة التي لا تمتلك شهداء لا تمتلك تاريخ، وأعتقد العراق هو بلد الشهداء، ولعل أول شهيد نفتخر به ونعتز به هو الإمام علي، وبعده جاء الحسين وأصحابه. أما شهداء قبضة الهدى فهم شهداء حقيقة أفنوا حياتهم من أجل أن يستمر هذا النهج الإسلامي المحمدي الصحيح، فاليوم الاحتفاء بهم واجب لكل شخص، لأنهم تركوا تاريخا مشرفا، تاريخا عظيما معبدا بطريق الشهادة. لابد وأن يكون شهداء الفكر من أمثال قبضة الهدى ومن ذهبوا نتيجة أفكارهم الإصلاحية ضد نظام البعثي القمعي البائد، أكيد لهم الأثر في رسم طريق الحرية لأبناء الشعب العراقي، وخصوصا هذه الثلة التي قادها الشهيد عارف البصري متحديا كل أنماط القمع وكل أنماط تكميم الأفواه وكل أنماط سحق الهوية الإسلامية العراقية بكل مشاربها وطوائفها. استمرار قوافل الشهداء واتساع رقعة الفكر الثوري في تاريخ العراق جعل من مؤسسة الشهداء الحضن الأكبر واليد الحانية على ما تبقى من عوائلهم. لصباح الخير يا عراق، عباس العلوي.